ما برونو فرنانديز وبوجبا ما يلعبوش دوري ابطال اوروبا، مين يلعب دوري ابطال اوروبا؟ لا يعني ممكن تلاقي تيليمنز وتلاقي حمزه شودري بيلعبوا دوري ابطال اوروبا، اللي هو لا 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 يا جماعه، لا لا مانشستر يونايتد يدي لاي بطوله طولها يا جماعه، يا جماعه مانشستر يونايتد لما يرجع دوري ابطال اوروبا لا البطوله هتسخن اكتر، تشيلسي ومانشستر يونايتد وليفربول والسيتي، لا الدنيا بالنسبه لدوري ابطال اوروبا كفرق انجليزيه لا كده عداك العيب وازح يابا. والله جوله حلوه، والله جوله وكله طالع مرضي الحمد لله، اللي هو تشيلسي صعد دوري ابطال وكسب النهارده، وكمان مانشستر يونايتد صعد دوري ابطال وكسب، وكمان توتنهام بيحاول ان هو يتعادل شويه بحيث ان هو يعمل لك شويه اثاره، اللي هو مستنيين وفرهامبتون تعمل اي حاجه علشان خاطر يلا يا جماعه مين اللي هينافس معانا على اوروبا ليج والكلام ده. فالجوله بصراحه يعني ظبطت مع الكبار ودينا من البالون زي الفل، بس انا بصراحه اللي عصبني جوه الماتش النهارده بتاع مانشستر يونايتد وليستر سيتي هو كابتن عصام الشوالي والتركيز قوي مع براند روجرز في التغييره بتاعت هاناتشو، اللي هو قال يعني الولد ده وخروجه بره الملعب هو اللي ضيع ليستر سيتي، وهو اللي خلى ليستر سيتي الدفاع بتاعه يبقى ضايع كده، اللي هو كابتن عصام ما اتفرجش على الماتش بتاع توتنهام وشفت نفس الدفاع ده كان بيحصل فيه؟ ما هو معلش يعني كابتن عصام مش معنى ان انت مقتنع ان هاناتشو هو احسن لاعب في المباراه، ما اعرفش كان بناء على ايه وجوده جوه الملعب كنت شايف ان هو احسن لاعب في المباراه، بس عادي يعني. وكمان تركيزك الغريب والاوفر قوي مع دافيد دخيه، اللي هو كابتن عصام في فرق بين التعليق وان انت تتلزق في لعيبه علشان خاطر عايز تواجه الناس ان اللعيبه دي وجود هاناتشو جوه الملعب مفيد جدا لليستر، ووجود دافيد دخيه في حراسه المرمى هو مقلق جدا لجماهير مانشستر يونايتد، قال لي جماهير مانشستر يونايتد هي اللي عندها قلق من وجود دافيد دخيه جوه الملعب، انت اللي عندك بس شويه هواجس عايز توصلها للناس بطريقتك. بسم الله الرحمن الرحيم، انتهى الدوري الانجليزي يا ساده وصعد مانشستر يونايتد لدوري ابطال اوروبا، سولتشار فعلها حقا يا صديقي، فعلا سولتشار ربنا كرمه وعرف يكسب النهارده. بص بقى مش اكتر حاجه اللي عملت لايك، لو انت بتشجع تشيلسي ربنا كرمك يا اسطى وصلت دوري ابطال، لو انت بتحب يونايتد فبرنس يابا وعديت دوري ابطال، اما لو انت بالنسبه بتاع توتنهام ايه رايك بقى يا اسطى؟ توتنهام النهارده مش عانى بجد؟ ولا انت ما كنتش بتعتبر ان انا كلام على محمل الجديه وكنت شايف ان الفرق براحتك يا اسطى كمل مع نفسك، بس النهارده احنا بنتكلم على ليستر سيتي ومانشستر يونايتد. هل هتقول لي كان عندك يقين ان مانشستر يونايتد ممكن يخسر جوه الملعب من ليستر سيتي؟ بصراحه ربنا لا، لان ليستر سيتي من ساعه ما رجع وعنده مشاكل كتير وعنده عقم هجومي غير طبيعي مع اصابه بن شيرويل وكمان اصابه ماديسون وكمان ايقاف سوهاناتشو، فالدنيا بالنسبه له فضيت خالص والله. المساك بتاع سوهاناتشو بص هو اسمه غريب قوي سوهاناتشو او مش عارف، المساك التركي اللي عنده رقم 4 من ساعه ما الراجل ده ما غاب ولبس في الحيط ولبس ان هو يلعب مورجان، وجود مورجان معناه ان هو المساك اللي جنبه داني ايفنس عندهم مشاكل كتيره قوي في الارتداد وعندهم مشاكل في السرعه. اللاعب بتاع مانشستر يونايتد النهارده حاول يستغلوا الكلام ده، مارسيل حاول يستغله وضيع فرص بس اللعيبه برضو في مشكله في عمق الملعب من ناحيه ليستر سيتي وعندهم مشاكل دفاعيه. ليه بقى؟ ان ليستر سيتي من الفرق اللي ضاعت بسبب الفيروس، وان اللعيبه عندهم لما الفرقه وقع منها اصابات كتير لقيت ان الدكه عندها فاضيه زيها زي اعتى فرقه في اوروبا، دور على برشلونه يا اسطى تلاقي ان هم برضو لبسوا نفس اللي خازوه في الدوري، ازاي تلوم ليستر سيتي على غلطه وقع فيها انديه كبيره جدا؟ عادي يابا، مش كل الانديه في العالم عندها لعيبه بديله للعيبه ال 11 اللي جوه الملعب، فليستر سيتي وقع من الناحيه دي. اما مانشستر يونايتد بصراحه فانا كنت يعني انا مقتنع ان سولتشار شغله جوه الملعب مش كتير، يعني هو مش مدرب تكتيكي عظيم ولا مدرب عنده ابداع ولا مدرب عنده تغيير ممكن تغير لك الماتش، هو مدرب بيعتمد بس على الفرديات بتاع اللعيبه، اللعيبه بتاعته عندها فرديات برونو وبول بوجبا جوه الملعب وكمان مثلا جرون وود على الطرف وهو ماركوس راشفورد وفي العمق مارسيال، يلا يا جماعه مشوا الفرقه انتوا، طب هنلعب بخطه ايه؟ 4 2 3 1 وهندي حريه لبرونو فرنانديز حرك زي ما هو عايز وهندي حريه لبول بوجبا، حتى الحريه دي ضيعت الدنيا في ناحيه العمق الدفاعي لما الكره تروح علينا مرتده، يعني مثلا النهارده في كورتين او ثلاث كور كانت لعيبه ليستر سيتي بيروحوا من عمق الملعب وما كانش بيقابلهم الا نيمانيا ماتيتش علشان خاطر برونو وبوجبا ما بيرجعوش يدافعوا، بس عادي يعني احنا منتظرينهم يعملوا واجبات في الشق الهجومي مش منتظرين منهم حاجه في الشق الدفاعي، احنا كده كده جايبين الكابيتانو ماجواير يعني بنرمي على فايكنج اللي هو الدوف ان هو يعمل ماتش حلو في عز الماتشات اللي ممكن تلاقيه حلو جدا فيها وماتشات تانيه بتلاقيه زي الزفت، النهارده الراجل كان كويس جدا والراجل عمل جيم ممتاز غير الباك الشمال ويليامز برضه عمل جيم حلو قوي، وان بيساكا اللي عامل موسم بصراحه جيد جدا 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 بالنسبه لواحد اول مره يلعب مانشستر يونايتد، وصفقه كانت جايه من فريق يعني كان مش من فرق كبيره، فصعب قوي ان انت تعمل النقله الكبيره دي من ان انت تتحرك من فريق زي كريستال بالاس وبعد كده تروح مانشستر يونايتد وتعمل موسم عظيم جدا زي اللي عمله وان بيساكا. مانشستر يونايتد كتيم يستحق ان هو يوصل دوري ابطال اوروبا ويدي تقل لدوري ابطال اوروبا وجود مانشستر يونايتد الاسم العظيم والاسم اللي بيجيب فلوس بالهبل للبطولات اللي بيشارك فيها، بس مانشستر يونايتد هل هو ممكن ينافس على دوري ابطال اوروبا بقول جونا سولتشاير؟ لا انا ولا انت، انا اعتقد كده مش هنشتغل بقى، هو سولتشاير مدرب على قده
مش عيب والله، هو العيب انك تقعد بس مكمل بسولو تشاير وتحاول تبني فريق وتحاول تنافس على بطوله بسولو تشاير. سولو تشاير ربنا كرمه وبنى لك فريق، اوكي هات لي المدرب يعرف ياخد الفريق ده بطوله، انما تكملي بسولو تشاير وتكملي برده بنالدوف وتكملي برده بنيمانيا ماتتش مع كبر سن، طب اتهرب يعني. انت بنيت قاعده كويسه من الفريق اللي انت عايز تعمله مانشستر يونايتد اللي انت عايز يرجعوا بقى، يلا يا جماعه نرجع اسم النادي بقى والناس على الدوري. بالوضع ده وباللعيبه الموجوده دلوقتي هتلاقي ان في ماتشات بيدوها في التوب وماتشات تانية بيدوها سيئه، لان اللعيبه دي الفرقه لسه مش متكامله والفرقه لسه محتاجه اضافات زي ما اتكلمنا، محتاجين مساك تاني. نشوف ادوارد لما ربنا يكرمه ويجيب مساك، او ربنا يكرمه ويجيب مدير رياضي اساسا بدل ما هو عمال يدخل في الصفقات، ويحاول كمان يجيب ديفندر يشيل الفرقه. انما الجو بتاع ان احنا نلزق في الفرقه ده عشان خاطر لما نوصل دوري ابطال نعمل حاجه، لا صعب. هتقولي ما تكلمش انت عن الماتش بتاع مانشستر يونايتد وليستر سيتي. بص يا صديقي، ما احنا متفقين مع بعض ان الماتش هجوميا الفريقين ما كانوش واو، والفريقين كان عندهم مشاكل كتير قوي في الشق الهجومي، وكان عندهم عقم هجومي غير طبيعي. هتقولي عقم هجومي، يابا جيمي فاردي هناك هداف الدوري لحد دلوقتي. اه بس جيمي فاردي بنشيله الفرق معاه، وعرضيته فرقت معاه، جيمس ماديسون فرق معاه، في لعيبه كانوا تحتيه فرقوا معاه. لما فجاه تلاقي الفرقه كلها بترمي الشكل الهجومي على ايوزي بيريز لما بيكون في حالته، او حتى ايوزي بيريز لما بيكون جاي من على الدكه، او حتى كمان هيرفي بارنس، لا في مشاكل جوه فرقه لسه سيتي في الشكل الهجومي. مش عيب لعيب، بس انك تقعد تقول ان تغيير هي اللي ضيعت الدنيا وتغيير هي اللي غيرت الماتش. تغيير ايه؟ وجود هاناتشو جوه الملعب لحد النهايه ما كانش هيفرق كتير قوي مع لسه سيتي، لان اللعيب كان بيلعب بره ماتشات كتير قوي من لسه سيتي اتعطل فيها وتعادل وخسر، وما كانش بيقدم اي اضافات. اشمعنى النهارده هيقدم اي اضافه؟ ولا لولا بس ان معلق المباراه بيحبه؟ لا بقى مش هنقعد نهرب والله يا جماعه. يعني براندون روجرز عامل نتائج حلوه قوي بالفرقه دي، وعامل بيها حاجات ما كانش الناس متوقعه ان الفرقه دي لحد اخر اسبوع هتنافس على وصول دوري ابطال اوروبا، لولا شويه اصابات ضيعت الدنيا. فالراجل عامل مجهود يشكر عليه، خصوصا يعني ان هو ماسك فرقه مش البادجت بتاعها والميزانيه عاليه قوي علشان خاطر لازم يوصل دوري ابطال. لا يا جماعه، الراجل وجوده في الاوروبا ليج حاجه ممتازه جدا بالنسبه للبادجت وبالنسبه للطموحات بتاعت ليستر سيتي، اللي اهم حاجه بالنسبه لهم ما يهبطش. غير كده احنا بنشتغل بعض، وغير كده يعني انت هتكون ظالم لو ما عملتليش لايك. طب قول لي بصراحه يعني، قول لي ليه ما تعملش لايك؟ يعني ربنا كرمك وصلت دوري ابطال، حتى كمان في اخر المباراه يا راجل الشهيد جيس لينجر ده جاب لك جون يا راجل، يعني اللي هي خلاص بقى هبت من كاسبر شمايكل عايز اعدي منه، قطعها جاب جون، لمس في الحيط يابا عادي، كل ده بيعدي. بس ما عنديش انك ما تعملش لايك. ما عارف انك ممكن تنتقد وصلت شويه مدرب كويس، بس عادي يعني كله الحياه وجهات نظر صديقي.